مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا يوم جديد من الحياه اليوم واهم الاخبار بنتابعها مع حضراتكم، وهنبتديها بخبر بكل تاكيد يهمنا كلنا، مساله تخفيف الاحمال ومواعيد انقطاع الكهرباء. في عندنا قرار صدر من مجلس الوزراء في يعني فترة بسيطة الحقيقة النهاردة، واتكلموا على ان مواعيد انقطاع الكهرباء علشان طبعا الامتحانات بتاعت نص السنة وكل الكلام ده فهتتغير، مش هيبقى في قطع للكهرباء نهائيا في الفترة المسائية، والانقطاع هيكون لغاية الساعة 5 مساء. التفاصيل خلينا نسمعها من سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا بيك. يعني سياده المستشار، انا طبعا في الخبر انه في كان القرار ده بناء على طلبات قدمت من الساده النواب وشكاوى من المواطنين، فاستجابتكم يعني نتكلم عنها وخطه تخفيف الاحمال ازاي هتتغير في الايام اللي جايه. في الحقيقه يا فندم، موضوع الكهرباء والطاقه احد الموضوعات اللي بتحظى اولويه لدى دوله رئيس الوزراء، وبالفعل خلال الفترة الماضية كانت هناك متابعة مستمرة من سيادته لأوضاع تخفيف الأحمال وكافة الأمور المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة. تمام. وردت بالفعل بعض الطلبات من السادة نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية. تمام. خاصة أنه انقطاع الكهرباء ليلا بيمثل عائق أو مشكلة لدى السادة المواطنين نتيجة بدء امتحانات نصف العام. وبناء عليه وجه دولة رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية بالعمل على إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال، وبدل ما عملية توزيع تخفيف الأحمال كان بيتم على مدار اليوم، تم إعادة النظر في الخطة بحيث أنه يتم تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط. وبناء عليه تقرر أنه بدءا من غد الأربعاء سيتم تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء. من كام لكام؟ من 11 من الصبح؟ الحادية 11 الصبح حتى الساعة 5 مساء. مفيش قبل 11؟ من 11 مفيش قبل 11 يا فندم، من 11 صباحا حتى 5 مساء. وسوف تعلن وزارة الكهرباء. والمدة قد إيه؟ هتفضل ساعتين برضو يا فندم؟ لمدة ساعتين برضو يا فندم خلال الفترة الحالية. مفيش رؤية إن إحنا نخفف الساعتين كمان؟ يعني ربنا يسهل ان شاء الله. الدولة بتعمل بكل طاقتها بكل من خلال الجهات المعنية المختلفة للعمل على وقف تخفيف الكهرباء. ان شاء الله يعني نأمل انه يكون لدينا القدرة خلال الفترة المقبلة على وقف تخفيف الأحمال، لكن التخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية سوف يستمر لمدة ساعتين. طيب من امتى بقى القرار ده هيتنفذ؟ بقيت من بكره لامتى يا فندم؟ من بكره يا فندم ان شاء الله. لحد امتى يعني؟ من 11 ل 5 ده هيبقى معانا لغايه نهايه السنه دي يعني، ولا في فتره الامتحانات بس؟ يعني مستمر معانا بعض الوقت، ما زالت في دراسات كما ذكرنا من قبل بالنسبه لتخفيف الاحمال من بكافه ابعاده، وان شاء الله خلال الفتره المقبله ممكن ان احنا نشهد يعني تطورات، مزيد من التطورات او الاجراءات، وسيتم اعلان الفتره التي ستمتد خلالها فتره تخفيف الاحمال. لكن الفتره الحاليه كما ذكرت هي التخفيف لمده ساعتين من الساعه 11 صباحا حتى 5 مساء. طيب. وهذا الامر بيأتي استجابه لطلبات الساده المواطنين. بس عشان نكون مع حضراتكم برضو في التفاصيل واحنا شغالين ازاي، وحضرتك قلت لي ان الوضع الحالي لا هيستمر معانا شويه ومساله الساعتين برضو مستمرين فيه، لكن احنا بنفكر في ايه او ايه المعطيات اللي هنشوفها على الارض وبناء عليه ننتهي من خطه تخفيف الاحمال وحتى الساعتين كبدايه تقل؟
يعني طبعا موضوع تخفيف الأحمال سبق مع بداية تخفيف الأحمال إصدار كان بيان رسمي تضمن الأسباب الرئيسية المرتبطة بتخفيف الأحمال مفهوم. في ذلك الوقت، وكان السبب الرئيسي هو مرتبط بالضغط على شبكة الكهرباء نتيجة طبعا زيادة الاستهلاك. وكما تعلمين الناس حضرتك هتقول لك زيادة، دلوقتي احنا في الشتاء يا فندم وما فيش ده ضغط. صحيح يا فندم، بس أنا بتكلم على زيادة الاستهلاك بصفة عامة. كما تعلمين حضرتك التوسع العمراني في مصر والمشروعات الجديدة كلها بتمثل ضغط متزايد على شبكة الكهرباء. ده هذا الأمر بيتزامن مع تراجع الإنتاج من موارد الطاقة المتجددة، مع نتيجة زيادة الاستهلاك أيضا، بجانب تراجع الغاز، كميات الغاز الواردة من الخارج، وكلها أمور مرتبطة بتزايد الاستهلاك. فبالتالي احنا الدولة كما ذكرت حضرتك بتعمل بكل طاقتها على دراسة السبل والأدوات المتاحة لتجاوز تلك الأزمة، تمام وإن شاء الله إن يعني شاء الله يا رب، خلال يعني الفترة الأمور المقبلة إن شاء الله ننجح في تستقر وتبقى تجاوزها إن أفضل. شاء الله. طب المواعيد، يعني كل حد يبقى عارف هتتقطع الكهرباء في بيته الساعة كام؟ ده يا فندم كما أشرنا اليوم خلال البيان الصادر إنه إن شاء الله وزارة الكهرباء والطاقة ستقوم بإعداد جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة، وسيتم إعلانها من قبل وهتبقى ثابتة الوزارة. يا فندم، يعني بكرة لما تقطع الكهرباء عندنا في ميعاد معين هنتوقع إن نفس الميعاد ده هنكون مستمرين فيه الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. طيب ندخل على ملف يعني في منتهى الأهمية ومنتهى الإيجابية، والنتائج اللي اتحققت فيه الحقيقة نتائج عبقرية، وده لوحده يعني إنجاز وطفرة حقيقية اشتغلت عليها الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت، تحديدا بقالنا 5 سنين فيها. الذكرى الخامسة لإطلاق مبادرة حياة كريمة، واللي كانت فتحت خير على كتير من أهالينا في الريف المصري، واللي نقدر نقول عنها حرفيا زي ما بدأ الإعلان عنها إنها هتغير وجه الحياة في الريف المصري، وده بالفعل اللي حصل من خلال المبادرات والمشروعات. وكنا مع حضراتكم يعني تقريبا كل يوم كنا بندخل القرى وبنشوف إزاي كانت وإزاي تحولت، إزاي المشاريع والشغل إنه من يعني من الجلدة للجلدة زي ما بيتقال، إنك تدخل على المرافق سواء كهرباء، صرف صحي، بنية تحتية، مية، اتصالات وتليفونات وإنترنت، بتتكلم على مدارس، بتتكلم على مستشفيات، بتتكلم على رصف طرق، كل شيء الحقيقة. والمنظومة كانت منظومة عبقرية لأن اشتغلت فيها الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها المختلفة، كل وزارة في ملفها طبعا، مع منظمات المجتمع المدني ومع المتطوعين ومع أهالي وشباب القرية نفسهم، إيد بإيد اشتغلنا وشفنا احتياجاتنا إيه وبدأنا إن احنا نشتغل على ده وننفذه. وخليني أفكر حضراتكم ساعة لما تم إطلاق هذه المبادرة، لما الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي من 5 سنين علشان يتم اطلاق المبادره، الكلام ده كان في اول 2019. قال نصا سياده الرئيس: في مستهل عام ميلادي جديد تاملت العام الماضي باحثا عن البطل الحقيقي لامتنا، فوجدت ان المواطن المصري هو البطل الحقيقي، فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردا، وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. لذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا، رجالا ونساء. وبرعايتي المباشرة هيتم إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019. ده اللي بدأ في 2019، والنهاردة بنتكلم على 5 سنين، مراحل مختلفة. الفلوس الميزانية اللي كانت مرصودة لهذه المبادرة طبعا اتغيرت واتحركت وزادت، لان لما كنا بندخل، وحتى الرئيس قال كده نصا، ندخل نشتغل في قرية من القرى،
تتفتح قدامنا ونشوف احتياجات تانية، فمش هنطلع من القرية غير لما نكون مخلصين كل حاجة. خلونا نفتكر مع حضراتكم ازاي بدأنا مبادرة حياة كريمة وازاي اشتغلنا فيها وايه اللي وصلنا له حتى الآن. دكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. دكتورة مروة مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة أستاذة لبنى. سنة جديدة وخمس سنين على حياة كريمة. الله يخليكي، كل سنه وكل المصريين بخير بجد. يعني امين يا رب. يعني اعتقد انه ده اجمل احتفال للمصريين حقيقي، ان نشوف مصر بالثوب الجديد ليها، ثوب التنميه الحقيقي اللي بيتم كل نجوع وقرى مصر. صحيح. حضرتك شغالة في حياة كريمة ومن أول يوم، يعني وإحنا بنفتح كده الكتاب وبنشوف الخريطة وهنشتغل فين وهنعمل إيه وتحديد القرى الأكثر احتياجاً وإيه طبيعة التدخلات، تقول لنا إيه دكتورة مروة عن الفكرة ومع بداية التنفيذ وصولاً للنهاردة، شايفين إزاي الإنجاز والخطوات اللي اتحققت على الأرض؟ والله يعني أنا يعني يمكن ما كنتش شرفت إني أكون يعني من المؤسسين او المؤسسين الاوائل. بس بحب دايما اذكر ده، بذكره دايما للنشء والطلاب لما بيكونوا بيزورونا في المؤسسه او بنكون احنا بنزورهم في اي مبادرات وفعاليات. ان حياه كريمه ده كان حلم، حلم لمجموعه شباب، شباب زيكم. يمكن عنده اكبر من شباب الجامعه بسنتين وبثلاث سنين. قعدوا حلموا، كان عندهم حلم كبير انه كل الشباب اللي زيهم يبقى عندهم نفس الفرص المتكامله المتكافئه في ان هم يعيشوا حياه كريمه. وكانوا عاملين ده في صوره حلم ومشروع بيعرضوه لمجرد العرض والطرح. اتفاجئوا بقياده سياسيه، قياده سياسيه واعيه، قياده سياسيه فاتحه بابها واذانها وقلبها بجد لاحلام الشباب، وعندها رؤية لتمكين الشباب فعلا في مصر علشان يبقى عندنا كوادر تقدر تشيل وتكمل بمصر في عجلة التنمية، يبقى هم اللي بيقودوا حلمهم. الأكثر من كده ان الشباب دي لقت كمان انه مش بس القيادة السياسية سمعتهم، لكن القيادة السياسية كمان مكنتهم، والقيادة السياسية حبت ان هي لا حطوا استراتيجي واستراتيجيات تنفذوا بيها ده. أجهزة الدولة ووزارات بدأت تدخل ويقعدوا كلهم على مائدة واحدة يفكروا ويتكلموا ويبحثوا علشان يبقوا عارفين هيبدأوا ازاي وهيخرجوا ازاي والدنيا هتمشي ازاي. يعني ايه نحط نعمل مراحل؟ طب المراحل دي تكون بناء على ايه؟ يعني القرى دي نبدأ تختارها ازاي؟ بنفكر مع بعض وبنشتغل مع بعض ننفذ سوا بالظبط. الفكر نفسه، فكر الشباب، دمج فكر الشباب والحماس والحلم مع فكر المؤسسي مع وموازنة الدولة وأجهزة كاملة بتشتغل في نفس المشروع. تم الاتفاق على فكر معين وهو ان مثلا ان هيتم يعني عمل المراحل في سوق على 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 حسب نسب الفقر في القرى دي. وبدأ يبقى فيه خريطة كاملة للتنمية. بنشوف دلوقتي مشروع ومبادرة رئاسية بتشيد بيها الأمم المتحدة. يعني الفكرة نفسها إن مصر حطت القرى والنجوع على خريطة التنمية، ده ما حصلش في أي دولة في العالم. هو الأكبر والأضخم، يعني التدخلات المتعلقة طبعا. وعشان كده بيشيدوا ويقولوا إن حياة كريمة هو مبادرة رائدة ومتفردة من نوعها في العالم. مصر استحقتها بجدارة لأن ما وقفناش في معوقات كتير قبلت المشروعات وهي بتتنفذ، وكلنا عارفين ده. سواء الديموغرافية القرى وطرق وفكرة إن احنا نبني نعمل بنية تحتية كاملة وشبكات. طب ايوه انا عايزه اوصل بقى معاكي هنا في ارقام الميزانيه اللي رصدناها وازاي زادت وطبيعه التدخلات في البنيه التحتيه وغيرها في عناوين كده دكتوره مروه. احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي بنتكلم في 350 مليار جنيه مصري اتصرفوا في المرحله الاولى على مشروعات كلها، مشروعات بنيه تحتيه وتقسيم ترع ومحطات
مياه شرب وإنارة طرق ودخول محطات كهرباء وإنارة منازل، مدارس تم إنشائها بالكامل، وإن مدارس المدارس فعلا يعني، والمدارس اللي كانت محتاجة رفع كفاءة تم رفع كفاءتها على أعلى مستوى علشان نشوف مدارس بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي زي أي مدرسة، لا تقل عن أي مدرسة موجودة في المحافظات، ومدارس كمان فيها معامل رقمية، معامل كمبيوتر، عندنا وحدات خدمية كاملة، المجمعات الحكومية الخدمية. دي حاجة أنا أقول لحضرتك إن دي بيستفيد منها المواطنين بشكل عام ازاي. فاحنا لما بنقول احنا بنفيد المبادرة بتفيد 60 مليون مصري، احنا كده بنظلمها بجد، لان المبادرة هي ما فادتش ده بس، لا في كمان بقية المصريين كلهم استفادوا بطرق غير مباشرة. استفدنا بان احنا بقى عندنا تقليل من الضغط في الخدمات الصحيه اللي كان بيتم على المحافظات الكبرى او المستشفيات الكبرى في المحافظات. صحيح. استفدنا بان بقى في شكل غير تقليل من الـ من الـ من الـ من التكدس الغير مباشر والهجره الداخليه. استفدنا بان بقى في لم شمل للاسره المصريه في اماكن واحده. استفدنا ان مؤسسه حياه كريمه تدخلت كمان في بناء الانسان مع بناء ده محور في منتهى الاهميه. طبعا ان احنا مش بس اكتفت المبادره الرئيسيه بان هي تبني وتمد شبكات وتدخل خدمات، لا ده احنا كمان دخلت مؤسسه حياه كريمه تكمل على بناء الانسان بانها تعزز على ده وتمكنه اجتماعيا واقتصاديا. خلت المواطن بقى حاسس ان الحاجات دي فعلا لازم، هو حقه انه لازم يحافظ على المكتسبات اللي الدوله عملتها له، لان دي بقت حاجه بتاعته، حس بالتمكين فيها. كل الحاجات دي تمت بالتثقيف والتوعيه، كان مجهود متواصل سواء من المبادره او المؤسسه، مجهود متواصل على مدار الخمس هي سنوات. كمان انه فيها زي كنا بنتكلم على جهات حكوميه، لكن كمان يعني ارسينا ورسخنا وكبرنا مسألة ثقافة العمل التطوعي والشباب ودور الأهل، منظمات المجتمع المدني، وإزاي قدرنا نوزع الأدوار وننسق ما بيننا كلنا. ده حقيقي جدا، وطبعا ده كان بان وتجلى الحمد لله في إطلاق فخامة الرئيس للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يعني احنا بنتكلم في كيان كبير، كيان بقى عارف ايه دوره في المجتمع بالظبط. بقاش دور كل مؤسسه انها تبدا تسعى بان هي تصرف او التبرعات اللي بتجيلها تبدا تصرفها في صوره اعانات مباشره للمواطن. بقت في حته تنسيق بين المؤسسات، مين هيدخل فين، بقى في شراكات عشان بدل ما نعمل المشروع على مستوى صغير، لا بقى في شراكات عشان نعمل المشروعات والمبادرات على يعني نطاق اوسع يفيد المواطن اكثر. بقى في فكر تنموي حقيقي، مش مجرد فكر خيري استهلاكي. بقى عندنا يعني توجهات كبيره، والحقيقه من ثمار ده كمان ان بقى عندنا التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. ما هو ده اللي انا بقوله سيادتك، الفكره دي نفسها، فكره ان يكون في تحالف وطني للعمل الاهلي التنموي، ده خلى يبقى في تنسيق للجهود، بقى في فكر مستدام، بقى في تنميه بشكل صحيح، يبدا المواطن المصري يجني ثمارها، بدل ما كنا كله بيروح يساعد بشكل فردي او غير منظم. لا احنا بقينا عندنا قواعد بيانات كامله، كلنا شايفين بعض، كلنا عارفين بننسق الجهود مع بعض. بقى عندنا يعني لو احنا بنتكلم عن العمل التطوعي، فبنقول ان مؤسسه حياه كريمه دلوقتي بقى عندها 45 الف متطوع على قاعده بياناتها. 45 الف متطوع دول وظيفتهم ايه؟ وتموا في قد ايه؟ تموا في كتير وتموا بتعب. 45 الف متطوع دول فعالين موجودين بيشتغلوا، بيتم بنائهم وبيتم الاستثمار فيهم وتوعيتهم وتثقيفهم واعطاء دورات تدريبيه مستمره على كل فتره للمتطوعين دول عشان يقدروا يفيدوا. طيب قولي لي بقى دكتوره مروه، هنستنى ايه في 2024 من حياه كريمه؟ لا حياه كريمه ان شاء الله في 2024 هيبقى يعني ان شاء الله هيتم اطلاق مجموعه من المبادرات والمشروعات اللي بتفيد المواطن المصري
اعتقد ان شاء الله باذن الله هنحقق فيه قد اللي حققناه السنين اللي فاتت، كمان اضعاف باذن الله. كل سنه بتعدي احلامنا بتكبر مش بتخلص، بس احنا قدرنا نشتغل في ظرف اقتصادي صعب وتحديات في الملف ده، وبرده هنكمل في السنه دي بنفس النهج ان شاء الله باذن الله. بالعكس ده بيزود من حماسنا واصرارنا على الاستكمال، لان كل ما الظروف الاقتصاديه بتزيد كل ما احتياج المواطن المصري صحيح للدعم بجديد، كل ما بيبقى حاسس انه فعلا محتاج يتسند، محتاج يبقى حاسس يعني ان كلنا جنب بعض وكلنا ايدينا في ايدين بعض. صحيح. طول ما احنا عندنا القناعه دي وكل والدوله بكل مؤسساتها، اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله مش هنحس ابدا بالظروف الاقتصاديه الطاحنه دي بشكل يوجع. طول ما احنا مع بعض وبنساعد بعض وايدينا في ايدين بعض. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره مروه فخري، المدير التنفيذي لمؤسسه حياه كريمه، في ارقام وبيانات وعناوين مهمه. خلونا نقف قدام حياه كريمه في 5 سنين ونرجع لحضراتكم تاني. كمان من أخبارنا النهاردة إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة دكتور صالح الشيخ عن مجموعة من الوظائف المتاحة بالوزارات والهيئات مع بداية العام الجديد. الوظائف دي متوزعة ما بين وزارة التعليم، وزارة العدل، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الطب الشرعي. بنتكلم في إجمالي 12224 وظيفة. طيب هنبتدي بوزارة التربية والتعليم اللي أعلنت أو إن هي محتاجة إنها تتعاقد مع عدد 11114 معلم مساعد، لمعلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول، يعني من أولى لثالثة ابتدائي بجميع محافظات الجمهورية. وبتقول إن الراغبين في التقدم للمسابقة دي يقدموا على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 ل 31 يناير. ده بالنسبة للتربية والتعليم ووظيفة مدرس. الهيئة القومية للبريد في عندنا مسابقة مركزية هتكون ل 900 وظيفة بالهيئة، والراغبين برضو في التقدم للمسابقة هيقدموا برضو على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز برضو في نفس الفترة من 18 ل 31 يناير. ده البريد. وزارة العدل في مصلحة الخبراء بوزارة العدل هتعين 243 شخص، وتم الإعلان عن مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي
الشرعي بوزارة العدل لتعيين 81، برضو التقديم على موقع الجهاز وفي نفس الفترة بوابة الوظائف الحكومية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الفترة مرة تانية من 18 ل 31 يناير، تربية وتعليم ووزارة العدل وكمان البريد. خبر له علاقة بالملف الاقتصادي ومن مجلس النواب، طبعا في يعني جزئية مهمة جدا وشغل شغال عليه الدولة المصرية في ملف توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر، الطاقة الجديدة والمتجددة، وكنا شفنا وتابعنا توجيهات الرئيس في مؤتمر افتتاح أو مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أنه اتكلم على توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، وده يحق لنا إن احنا نقدر نستغل بشكل كويس مصادر الطاقة، وكمان كمان نقدر ان احنا نجذب استثمارات اجنبيه مباشره وغير مباشره في الملف ده، خاصه ان كان الراغبين من شركات ودول ان هم يستثمروا في الهيدروجين الاخضر، كان في طلبات مهمه وكان في اهتمام بهذا الملف. الجديد بقى ان النهارده مجلس النواب برئاسه معالي المستشار دكتور حنفي الجبالي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون اتقدم من الحكومه بخصوص حوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته. الهدف من مشروع القانون ده زي ما قلت لحضراتكم في حوافز واعفاءات وضمانات. أولا الغرض منها نحافظ على المستثمرين الحاليين اللي بالفعل شغالين وقاموا بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ده بالنسبة للمستثمر المحلي اللي أصلا شغال في الملف ده أو راغب إن هو يشتغل فيه. من ناحية تانية أنت عينك طبعا على الاستثمار الأجنبي، فيعني حزمة الحوافز دي ممكن إنها تجذب استثمارات أكتر أجنبية في هذا المجال علشان يتحقق الهدف اللي شغال عليه الدولة المصرية إنها تكون مركز دولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره طبعا وقود المستقبل. نفهم أهمية الموضوع ده معانا على التليفون دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هشام. اهلا وسهلا بحضرتك. الاستثمار في ملف الهيدروجين الاخضر الطاقه الجديده والمتجدده، بتشوف ازاي اهميه هذا القانون في اطار ان احنا يعني نحفز الاستثمار سواء المحلي او الاجنبي يا فندم؟ بالتاكيد في الاطار التشريعي خطوه مهمه ان يكون في قانون بيزيد من قدر الحوافز الموجهه لهذه الصناعه الهامه للغايه. تمام. خلينا نشير انه مصر الحقيقه لديها استراتيجيه فيما يتعلق بمزيج الطاقه، انه هذه الاستراتيجيه بتبنى على انه مكون الطاقه النظيفه الجديده والمتجدده بتتعاظم تدريجيا عام بعد اخر. بدينا بطاقه الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، وداخلين الحقيقه بقوه في صناعه الهيدروجين الاخضر، والحقيقه مصر كمان لديها طموح كبير للغايه. ايه المقومات اللي عندنا لدي يا فندم الهيدروجين الاخضر؟ بالتاكيد عده امور، بس خلينا نشير الى انه مصر نجحت خلال الاعوام القليله الماضيه انها مش بس انها تجتذب عدد من المستثمرين في هذا الصناعه الهامه، لكن كمان نجحت انها تلفت انتباه العالم انه مصر ممكن انها تكون محطه مهمه لاحتضان هذه الصناعه الهامه. صناعه الهيدروجين الاخضر هي بتدخل او مخرجاتها بتساعد كثيرا قطاع الصناعه. وبتساعد كثيرا ايضا كمدخل اساسي في الطاقه بشكل عام. وبالتالي لما نقول انه الطاقه صناعه الهيدروجين الاخضر كجزء نظيف في الطاقه الجديده المتجدده، بالتاكيد ده بيضيف بعد هام للغايه للاقتصاد المصري، لانه احنا الحقيقه مصر تتجه للاقتصاد الاخضر، الاقتصاد صديق البيئه. ويمكن الحقيقه مصر منذ استضافتها لكوب 27 الحقيقه العام قبل الماضي بقى الحقيقه نجحت كثيرا في انها مش بس تنظيمية، لكن كمان انها تضع مصر كنموذج مهم للاقتصاد الاخضر، وكان مهم انه الطاقة كعنصر اساسي في النمو في التنمية في الصناعة على وجه التحديد يكون الطاقة تتجه انها تصبح طاقة صديقة للبيئة تحافظ على المناخ. وده الحقيقة مسألة مهمة جدا، لانه كوب 27 وايضا هذا الامر استمر معنا في كوب 28 انه نوجه رسالة للعالم انه الاضرار بالمناخ واللي ناتج من استخدام امور غير صديقة للبيئة بالتأكيد ده بيدفع ثمنه الجميع. طيب طبيعة التشريع الجديد بقى او الحوافز والضمانات والاعفاءات برضو لو كلمتنا عنها شوية دكتور هشام، واهميتها وانها ازاي تحقق برضو الهدف اللي احنا الهدف المرجو اللي احنا بنتكلم عنه.
صحيح، عدة أمور. إحنا بنتكلم على تشريع، التشريع ده الحقيقة بيقدم أو بيكمل حزمة الحوافز اللي الحقيقة الحكومة المصرية بتتحرك فيها. بداية إنه الحكومة اتحركت في إطار إنه مشروعات الهيدروجين الأخضر تدخل في إطار الرخصة الذهبية. إنه كل ما يقدم من استثمارات في هذه الصناعة بياخد الرخصة الذهبية. رخصة ذهبية، رخصة واحدة سريعاً، وبالتالي ده حافز للتنظيم. تمام. الحافز التشريعي هو ما يتعلق به الإعفاءات الضريبية. وهنا الحقيقة بنتكلم على عدة أمور. الأمر الأول إنه الحوافز الضريبية هي وغير الضريبية بتسترد، يعني الضريبة بتسترد كحافز نقدي بنسبة تصل ل 55%. ودي بتسترد؟ تسترد، بمعنى إنه إذا كان لهذا المشروع أن يحقق أرباح ويستحق عليه الضرائب فهذه الأمور بتسترد مرة أخرى. مش بس كده، ما يتعلق بهذه الصناعة لو وجه جزء منها للتصدير فكمان ضريبة القيمة المضافة بتبقى زيرو، يعني مفيش كمان ضريبة قيمة مضافة. وده الحقيقة احنا كمان محتاجينه في كمان في التوجه الجديد، ان احنا الحقيقة عندنا توجه من فيما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات، ان احنا محتاجين السيارات بقى اللي هي صديقة للبيئة. طب الحوافز دي والإعفاءات دي لفترة زمنية مؤقتة كبداية ولا دي مستمرة؟ يعني وفقا مستمرة؟ طبعا. وبالتالي ده إلا لو التشريع اتعدل. وبالتالي هيظل هذه المشروعات مسألة ربحيتها لمدى زمني طويل هتكون من أكثر الموضوعات أو أكثر المشروعات الجاذبة للمستثمرين. محلي وأجنبي، يعني دي على الكل، يعني هنا برضو دي عدالة ولا كان مفترض تعامل المستثمر الأجنبي بمعاملة تانية غير المحلي؟ لا، احنا عندنا قانون استثمار والتوجه واستراتيجية استثمار انه مفيش تفرقة فيما بين المستثمر سواء كان مصري او عربي او اجنبي. وده الحقيقة كان مطلب اساسي انه ما انفداش فيما بين كان الاول غير كده. صحيح. وبالتالي احنا الحقيقة مصر بتفتح ذراعها للاستثمار بدون تحيز او بدون تمييز. وده الحقيقة كان مسألة مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين الاجانب، ان هو الحقيقة بيدخل بيستثمر بدون ما يواجهوا اي ضغط. وضحت يا فندم، كل الشكر لحضرتك دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار. خلونا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم نكمل اخبارنا. بنرحب بحضراتكم معانا مره تانية. الملف المتعلق ب يعني تطورات الاوضاع، الازمات الموجوده حوالينا في منطقتنا وبتهدد امننا القومي وطبعا امان واستقرار هذه الشعوب الشقيقه، سواء بنتكلم على اشقائنا في قطاع غزه او الوضع المؤسف في السودان. وكمان يعني ظهر للصوره دلوقتي بشكل كبير، احنا عارفين طبعا ان كان في مناوشات وتجاذبات كده ما بين الكيان الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله وضرب لجنوب لبنان وكل هذه الامور، لكن الأمور تصاعدت بشكل كبير من حوالي يعني ساعة لربع تقريبا أو نص ساعة. انفجار كبير، انفجار ضخم في الضاحية الجنوبية ببيروت. والحقيقة كان طبعا تساؤلات عن طبيعة هذا الانفجار وإيه السبب من وراه ومين المسؤول عنه، وطيب يعني ده عملية يعني في إرهاب أو اغتيال أو كل هذه الأمور. اتضحت الرؤية الحقيقة وإن الكلام الهدف يعني الهدف منه هو اغتيال لقادة حماس في بيروت، وتحديدا صالح العروري نائب رئيس حركة حماس اللي بالفعل قتل نتيجة يعني هذه الهجمة وهذا الانفجار. مش لوحده الحقيقة، في عندنا كمان حديث أو كلام عن ست أشخاص آخرين مدنيين، يعني ناس طبعا الانفجار كان كبير، تقال دي في شقة، ده كانت عربية، يعني كلام من هذا القبيل. وسبب الانفجار برضو كلام عن مسيرة إسرائيلية. بقى الحديث دلوقتي أنه طبيعة الرد، هل حزب الله هيرد؟ طيب الرد هيكون عامل ازاي؟ تهديد اسرائيل انها يعني هتستهدف قادة حماس في أي دولة مهما هم يكونوا موجودين فيها، مهما تكون طبيعة العلاقات. بالفعل بدأ التنفيذ زي ما عملية النهاردة، ودي طبعا الصور قدام حضراتكم وقت ما حصل هذا الانفجار الضخم واللي راح ضحيته صالح العروري نائب رئيس حركة
حماس اللي استشهد نتيجة لهذا الانفجار. رئيس الوزراء اللبناني طبعا من شوية أدان هذا الانفجار، أدان هذه العملية، واعتبرها طبعا أو اعتبرها جريمة إسرائيلية جديدة في حق الشعب اللبناني. الحقيقة اللي بيحصل ده يعني في حق كل الشعوب العربية، يعني أكيد يعني كل ما بتتكلم أو كل ما تشوف أعمال عدوانية وعدائية بهذا الشكل. حتى حركة فتح أعلنت النهاردة إضراب شامل وعام في رام الله، ده نتيجة طبعا لاغتيال العروري، فحركة فتح أعلنت هذا الإضراب. يعني احنا نتمنى، يعني دلوقتي بقينا بنشوف العلاقة ما بين حركة فتح أو منظمة التحرير وحماس، والحقيقة كلام إيجابي ما بينهم، لأنه في نهاية الأمر أو فصائل فلسطينية في نهاية الأمر ده كيان فلسطيني، الكيان الفلسطيني ما كانش فيه أبدا أي مصلحة أو نتيجة أو فايدة من هذا الانقسام. كان في نهاية الأمر المستفيد الوحيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي اللي كان بيكرس هذا الانقسام، عشان ما يكونش في فرصة أبدا لأي حوارات أو أي تفاهمات أو تتكلم في عملية سلام أو كل هذه الأمور. حتى في الوقت الحالي مع الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والرؤية المصرية اللي قدمتها، إنه الهدف منها طبعا وقف إطلاق النار طبعا، وطبعا إنهاء المعاناة الإنسانية، لكن كمان إنه يكون في وحدة الصف الفلسطيني اللي دعت ليه واشتغلت عليه مصر على مدار سنين طويلة. فإنك تتكلم في رؤية، في حكومة، في توافقات، في كيان مستقل وكيان قوي على الأرض لأشقائنا في فلسطين. بس خليني أقول لحضراتكم طبعا يوميات أشقائنا في قطاع غزة وإيه الوضع في اليوم 88. النهاردة الجيش الإسرائيلي أعلن سحب آلاف الجنود من قطاع غزة خلال الفترة اللي جاية، والبعض شاف أن دي خطوة ممكن أنها تكون بتمهد الطريق لمرحلة جديدة طويلة المدى من القتال الأقل حدة. ده رأي، يعني رأي بيشايف كده، وفي رأي تاني بيتكلموا أنه لا، برضو الاستهداف مازال مستمر، بتغير طبيعة التحركات، طبيعة التمركزات فقط لغير، لكن الكلام ده وفقا لواشنطن بوست. والبعض حتى بيعزي أو بيرجع السبب لمسألة سحب الجنود، أولا خسائر في صفوفهم، خسائر بشرية وقتلهم اللي بيزيدوا زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح، بالإضافة للخسائر الاقتصادية. الجيش الإسرائيلي في بيانه أعلن أنه هيسحب 5 ألوية أو يعني عدد من عدة ألاف من القوات من غزة في الأسابيع اللي جاية، والبعض منهم هيرجع لقواعده مرة تانية للمزيد من التدريب أو الراحة وفقا لتعبيرهم كده، في حين ان عدد من جنود الاحتياط الاكبر سنا هيرجعوا لبيوتهم. صحيفة تايمز اوف اسرائيل قالت ان الجيش الاسرائيلي بيتوقع حربا طويلة ضد حركة حماس في قطاع غزة هتستمر طول 2024، السنة دي كلها هم بيتكلموا في كده انه مستمرين في حربهم طول السنة دي. المتحدث بالجيش باسم الجيش الاسرائيلي بيتكلم على انه من المقرر تسريح بعض جنود الاحتياط هذا الاسبوع، بما يؤدي الى اهو يعني كنت بقول لحضرتكم انعاش الاقتصاد. وقال ان الجيش بيحتاج للتخطيط للمستقبل من منطلق ان هتكون في حاجة ان احنا نقوم بمهام اضافية ومواصلة القتال خلال العام المقبل بأكمله. فصائل فلسطينية بقى أعلنت أنها حققت إصابات بالغة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات في مناطق بعينها، بنتكلم على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأعلنت أنها قصفت حشود عسكرية إسرائيلية في منطقة المحطة بخان يونس. وعلى فكرة جيش الاحتلال الإسرائيلي هو نفسه اعترف بهذا الكلام عن يعني خسائرهم، قالوا احنا الصاب عندنا 31 منهم 5 في حالة حرجة خلال ال 24 ساعة الأخيرة. وزير الدفاع الإسرائيلي قال أن الفترة اللي جاية هتشهد عمليات من نوع مختلف في قطاع غزة، وأكد على أن قواته هتفضل على الأرض لفترة من الوقت حتى تحقق أهدافها. إسماعيل هنية النهاردة اتكلم وقال أنه مش هيتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلا بشروطنا، وقال أنه تم تقديم رؤية حماس لمصر والقطر بما فيها موقفهم ورؤيتهم بخصوص وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقال أنه مش هيكون في فوضى أو فراغ في قطاع غزة. بس قبل دي معلش، لأن الكلام دلوقتي برضو بقالنا كام ساعة حماس أو فصائل المقاومة بتعرض رؤية تانية، طبعا كانت الأول الاشتراط
مسألة الهدنة أو التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين لازم بوقف إطلاق نار، ده كان كلامهم الأولي، وبالتالي المسألة طبعا اترفضت وما حصلش حاجة وما ما تحقش أي هدنة. اتكلموا بقى الفصائل أنه إحنا مستعدين إطلاق السراح والكلام ده ونعمل التبادل ده، هنديلكم محتجز كل يوم في مقابل هدنة في اليوم ده، يعني اتكلموا على هدنة لمدة 30 يوم شهر وكل يوم نبعت لكم حد، وما تكلموش على وقف اطلاق نار. يعني كده ايه، رجعنا خلاص ما بلاش وقف اطلاق نار، التهدئه دي مقابل الاسرى والمحتجزين هنفرج عنهم ونشوف بقى نعمل ايه. طبعا اسرائيل رفضت هذا الكلام فرجعنا تاني لخانه الصفر، يعني ما حصلش اي حاجه او مربع صفر. فده بس اخر الكلام بخصوص ايه الموقف من التهدئه او التفاوض. نرجع لكلام اسماعيل هنيه، قال مش هيكون في فوضى او فراغ في قطاع غزه، وان الاجهزه الشرطيه والامنيه دلوقتي شغاله بامكانياتها المتاحه لوقف الحرب الاسرائيليه، وقال ان الاداره الامريكيه بتتحمل المسؤوليه بشكل كامل بخصوص دعمها لجيش الاحتلال في الحرب على غزه. واتكلم كمان، وده طبعا برضو موقف مهم ويعني نقطه نعول عليها او نتمنى انها تغير شيء، جنوب افريقيا الدعوه اللي قدمتها قدام محكمه العدل الدوليه بخصوص جرائم الاباده الجماعيه اللي بيرتكبها الاحتلال في قطاع غزه. وعايز اقول لحضراتكم اللي بيشوفوا بيتابع وسائل الاعلام الاسرائيليه وتصريحات الساسه وتصريحات المسؤولين في تخوف حقيقي من مثول اسرائيل امام محكمه الجنائيه الدوليه واتهامها بمساله الجرائم الاباده الجماعيه، وقالوا احنا مستعدين للمثول لان هم متخوفين ان محكمه العدل يعني يبقى في كلام عن وقف اطلاق النار، فهم قالوا احنا هنتقدم وتمام، ويعني ايه يعني بقى يعني واثقين من موقفهم. بس الحقيقه طبعا مساله او الخطوه المتعلقه بمحاكمه او محاسبه هذا الكيان امام محكمه العدل الدوليه في منتهى الاهميه. ويمكن هسال عنها وابتدي بيها مع دكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسيه جامعه القدس. اهلا وسهلا بحضرتك معنا دكتور ايمن. تحية للأستاذة لبنى ولكل السادات والسادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا بحضرتك. هبتدي من النقطة الأخيرة دكتور أيمن، هل نعول أو شايف إزاي الخطوة المتعلقة بالمحكمة الجنائية محكمة العدل الدولية ومثول إسرائيل أمامها؟ طبعا أولا نشكر دولة جنوب أفريقيا اللي قامت بهذه الخطوة، وكنت أتمنى أن تقوم بها دول عربية بصراحة، لكن بالتأكيد كل له حساباته و استراتيجيات محددة في العمل. الخطوة مهمة في جانب إزعاج الاحتلال أولا، لأن قرارات المحكمة محكمة العدل العليا لن تكون ملزمة للاحتلال بشكل أو بآخر، لذلك الاحتلال بعد التردد وافق على أن طبعا أن يوافق أن يذهب إلى المحكمة أن يمتثل للقرار، وبالتأكيد لأنه سيقدم حجته أن ما يقوم به وردة فعل للدفاع عن نفسه على ما حدث يوم 7 أكتوبر، وفي حال فشل في ذلك و اتهم بارتكاب مجازر طبعا او اباده جماعيه ضد الشعب الفلسطيني في غزه، فقررت محكمه العدل العليا لن تكون ملزمه له، وهذا ولكن معروف هي غير ملزمه، ولكن هو ازعاج وادانه صريحه امام المجتمع الدولي باكمله. بالضبط، هذا لو صدر القرار بالتاكيد يعني يؤكد على ان ما يرتكب في غزه هي جرائم اباده جماعيه وجرائم ضد الانسانيه. لكن هل ممكن يكون في ضغوط يعني السياسة برضو يعني يا دكتور أيمن حضرتك فاهم؟ بالتأكيد هي ستكون ضغوط على المحكمة، لكن بالتأكيد لو صدر من المحكمة يعني لذلك يعني حتى لو نعول كثيرا هو الأمر بمرمته هو انتصار معنا وللشعب الفلسطيني لو صدر قرار من المحكمة، خاصة نحن ننتظر فتوى من المحكمة منذ أكثر من 6 أشهر. حول طبعا فتوى شرعية الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية أم عدم شرعيته، وحتى الآن رغم ترافع جامعة الدول العربية وترافعت فرنسا أيضا إيجابيا في هذا الأمر وترافع محامين كثر إلى أن حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار، لكن مطالبة جنوب أفريقيا التحقيق الفوري من جرائم الإنسانية وطلب محكمة العدل العليا للاحتلال بالامتثال للتحقيق أعتقد ويقدم مذكرة أمر إيجابي، لكن كما أشرنا حتى لا نعول أن محكمة العدل العليا قد عفوا محكمة العدل الدولية قد تصدر قرار طبعا ضد الاحتلال، هذا لا يحدث الآن، الأهم هي الجنائية الدولية اللي تم الحديث على طلب من المدعي العام وضحت. طيب كريم خان قبل أكثر من 3 أسابيع بفتح تحقيق ولكنه أو إصدار مذكرات إخافة لكنه لم يفعل ذلك. نقطة ثانية يعني تطور مهم النهارده عايز أشوف حضرتك برضو شايفه ومتابعه ومقيمه بأي شكل، هل في تصعيد ما بين إسرائيل وما بين حزب الله على خلفية طبعا اغتيال صالح العروري نائب رئيس حركة حماس في بيروت؟
يعني أولا نترحم على الشيخ صالح، وللأسف واضحناه تراخى في أمنه الشخصي أنه تنقل على أكثر من دولة خلال الأيام الماضية، وتمكن أن يكون هدف سمين للاحتلال الإسرائيلي. هذا الحدث بالتأكيد حدث كبير، لكن يمكن بعيدا عن من يقول يجب أن يكون الرد قاسي من غزة والضفة الغربية، أعتقد غزة والضفة الغربية التي لم تتحرك الضفة الغربية بشكل عنيف بعد أن اغتيل 22 ألف شخص في قطاع غزة، فأعتقد لن يكون هناك رد أعنف من ذلك. أما غزة هي التي ستتحمل الوزر كما جرت العادة، وبالفعل أطلقت صواريخ على تل أبيب. الآن هناك تعويل على حزب الله الذي وعد حسن نصر الله في كلمته إذا تم اغتيال أي شخصية إن كانت طبعا من الفصائل الفلسطينية أو من حزب الله في لبنان فأنا سيكون هناك ردا قاسيا، وبالتالي الجميع ينتظر هل بالفعل يحدث ذلك، خاصة أن نتنياهو قبل دقائق رغم كل الإعلام العبري زف خبر اغتيال طبعا الشيخ صالح وحتى سفير طبعا تل أبيب في الأمم المتحدة بارك هذه الخطوة واعتبرها إنجاز مهم جدا للجيش والأمن، إلا أن نتنياهو أصدر تعليمات حسب القرار قبل دقائق من ديوان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بأن لا يتناول وزراء عملية الاغتيال ولا يتبناها بشكل رسمي، وهذا نعتقد حتى لا طبعا يبرر أي رد من حزب الله. واضح أن هناك أصول للعبة حتى هذه اللحظة، هو لا يريد أن يتبنى هذه العملية رغم كما أشرنا تحدث الإعلام العبري بشكل مباشر، يعني خوف من حزب الله فعليا أو واضح أنه لا يريد من ردة قوية. بالضبط، هو واضح أنهم لا يريدوا أن يعطوا برر، حتى لو رد حزب الله يقولون أنتم مارستم عمل بدون تبنينا، وخاصة أن الاحتلال بالعادة كذلك عندما تحدث نفتالي بنت قبل عدة أيام أنها خلال عام 22 نفذت عدة عمليات في إيران، طبعا عاتبته الأجهزة الأمنية وعاتبه نتنياهو وقال أنه هذا الأمر يدور بأمن الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الاحتلال بالعادة في العمليات الإجرامية كان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، يعني ده لسه كان من أيام بالضبط كان آخرها الموسم وقبل قاسم سليمان، هم لم يتبنوا حتى هذه اللحظة العملية رغم أنه يعني هم عدم تبنيهم يعني هيمنع مسؤوليتهم يعني ده لا بالتأكيد أخت لبنى الأمور واضحة، ولكن يعني محاولات فقط ليس إلا لمحاولات تبرير ذلك. يمكن كنت تتحدثي حول سيناريو الحرب في غزة، بتسأل حضرتك عليه بقى بسحب الجنود أو يعني سحب عدد من الألوية بتشوفوا إزاي يا دكتور؟ يعني في غزة من الشيء الغريب أنه هناك يعمل قرابة 50 لواء، يعني رقم ضخم جدا في غزة هذه المنطقة الصغيرة، 50 لواء بخمس لم تحدث عن بين من يدخل في العمل ويخرج منها مهم في يتغيروا، هذا رقم كبير جدا على غزة، خاصة اللواء 5000 جندي مع وحدات ومع سرايا، وبالتالي رقم كبير جدا. اليوم في خان يونس يعمل 7 ألوية في خان يونس لوحدة، لكن الخطة التي طلبها الأمريكان من الإسرائيليين أن يوقفوا دراوة الحرب والحرب البرية وأن ينسحبوا قالوا أهداف محددة عمليات استخباراتية دي مركز عليها إعادة التمركز. يمكن تحدثت في حلقة معك سابقة فكرة إعادة التمركز التي يسعى عليها نتنياهو، محور فيلادلفيا، مركز عسكري في منطقة خان يونس، مركز عسكري في منطقة الوسطى، ومركز آخر في الشمال، وقد يقسم غزة إلى 7 مناطق كما يخطط نتنياهو لإنشاء قوة ناعمة داخل المجتمع المدني، وهو سيفشل في ذلك، ولكن هو يطرح ذلك واهما أنه سيستطيع أن يفعل ذلك. الحرب ستقف البرية حسب ما لدينا معلومات يوم 15 من الشهر الجاري، ثم سيعيد الاحتلال خلال طبعا إذا توصلوا إلى هدنة عدة التموضع في عدة مناطق في غزة، ثم يصبح لاحقا ينفذ عمليات نوعية ثم يعود مرة أخرى لهذه المنطقة. عملياته فين أو التوجه فين؟ لأن الكلام اللي عمالين نسمعه يعني الحقيقة منهم أن يقولك إحنا الحركة اللي حصلت دي وضغط كل الفلسطينيين بنتكلم في حوالي 2 مليون في منطقة واحدة في رفح أو خان يونس، فبقى في يعني عدد كبير، فبالتالي هدخل إزاي؟ هحارب إزاي؟ هتبقى خسائري عاملة إيه؟ لو تم استهدافهم هتبقى فضيحة كبيرة، يعني ده برضو هتبقى إيه طبيعة وشكل العمليات وفين؟ يعني احنا بنتحدث بعد 88 يوم من الحرب، حتى عندما يتحدث مثلا انه قتلنا او قتلنا 8000 مقاتل من حماس كما صنفته مرهابي، فهذا يعني انه لم يقضي على قوه 10% من المقاومين، هذا يعني ان الحرب لا زالت طويله. الحديث بالتالي في كواليس ما يتم ترتيبه في داخل دوله الاحتلال، احتلال محور فيلادلفيا والسيطره على معبر رفح، ده كلام كل يوم بنسمعه عن لا هذا حيث يتم في حال ترتيبات التهدئه، لان هذا الامر هذا الشخص الفلسطيني كان الاحتلال يحتله قبل عام 2005، ثم إنشاء منطقة معسكر طبعا يصل بين البحر والحدود في منطقة القرارة وهي على التخوم الشمالية لمدينة خان يونس، السماح لعدد من سكان الشمال الذين لجأوا إلى
خان يونس ورفح بالعودة إلى أماكن سكناهم في الشمال بشكل متدرج، وبالتالي تخفيف الكتلة السكانية في رفح حتى يتمكن من تنفيذ عمليات كما يشاء، لأنه هو يتوقع أن يكون أنفاق في محور فيلادلفيا. الكتلة الثالثة التي سينشئها قسم غزة إلى 7 مناطق في منطقة البريج، وهي في قلب في وسط وسط المعسكرات الوسطى، ثم سينشئ كتلة أخرى رابعة في منطقة نتسريم وهي طبعا شمال وادي غزة تسيطر على شمال قطاع غزة، وسينشئ نقطة طبعا في شرق غزة في منطقة الشجاعية، ونقطة أخيرة في منطقة السودانية في شمال الغرب لقطاع غزة، وبالتالي يكون لديه 7 أماكن يستطيع أن يسيطر عليها. إن كان نتنياهو يريد أن يحيا إحياء القوى أو البلديات المدنية داخل بعض البلديات كما يتوقع ذلك، وبالتالي يجد هو بلدية تدير قطاع غزة، فهو واهم في هذا الأمر بصراحة، لأن هذا المشروع طرح في سبعينات القرن الماضي وفشل، والآن لا تزال المقاومة على الأرض. المستقبل ما بعد الحرب، مستقبل غزة ما بعد الحرب. بالضبط. بس يعني أنا شايفين أن نتنياهو ما بيقولش حاجة، يعني حتى أنه في سمعين خلافات داخل الحكومة، حكومة كان الاحتلال، أنه ما فيش رؤية واضحة، وأن نتنياهو بيتهرب، ما عندوش هو هذه الرؤية لغزة ما بعد الحرب. يعني الأمريكان مع عودة السلطة لغزة بشكل أساسي، وطبعا نتنياهو مع أن لا يسمح للسلطة في العودة لغزة، وقال نحن لن نسمح لها بفتح السان ولا حماة السان. الخلاف بينه وبين طبعا الجيش بشكل أساسي وجانتس من المعسكر الوطني هو استمرار الحرب البرية حتى نهاية يناير، وتم الحل الوسط إلى نصف يناير، ووافق الأمريكان على هذه الرؤية، وسيكون التركيز خلال 14 يوما القادمة في خان يونس بالتحديد، لأنه يتوقع أنه يجد صيدا ثمينا في خان يونس، وإن شاء الله لن يجد إلا طبعا فشل فوق فشل كما حدث في مستشفى الشفاء سابقا، لكن هو محاول ذلك. أنا أتمنى أخت لبنى أن يختطف كل الفصائل المبادرة المصرية التي عرضت لأن بها شق سياسي مهم جدا، وأن يتبناها جميعا، لأن من سيرفضها هو الاحتلال. طبعا كما جميعنا أصبح يعلم المبادرة المصرية التي تنتقل في العلاقة مع موضوع الأسرى على 3 مراحل، لكن سيسبقها مرحلة 48 ساعة وقف اطلاق النار من كلا الطرفين، ثم تنتهي بتشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على ترتيبات الوضع الأمني والإداري والإنساني في غزة والإغاثي، وأيضا ترتب لإجراء انتخابات فلسطينية في كل مستويات، وهذا ما نحتاجه بصراحة فلسطينيا، تجديد الشرعيات. إن تم ذلك طبعا برعاية مصرية قطرية أمريكية، فهذا يعني أن الاحتلال فشل بشكل كامل، وخاصة دكتور أيمن الرؤية اللي قدمتها حماس والفصائل للهدنة تم رفضها من إسرائيل، لسه كنت بتكلم عنها من دقايق. بالضبط بالضبط، والهدنة المصرية بصراحة أعتقد عالجت كل المطلوب من الجانب الفلسطيني، وصيغة مهمة جدا، ومن يقرأها بتمعن بعيدا عن كل شيء أعتقد تمثل انتصار للمقاومة. تتكلم على ترتيبات مستقبلية كمان مهمة. بالضبط بالضبط بالضبط، وترتيبات سياسية ولا فيتو على أحد في الترشح للانتخابات، وهذا أمر شيء مهم جدا، ووجود أمريكا في هذا الاتفاق أعتقد سيحرجها في حال قررت اتخاذ أي موقف، وأيضا سيضع حدا لعملية القتل ضد شعبنا الفلسطيني. بشكرك شكرا جزيلا، ربنا ينصر يعني أشقائنا في غزة وينصر فلسطين يا رب. كل شكر والتحية لحضرتك أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، ونفس هذه نفس الأمنية والرجاء الحقيقة لأشقائنا في السودان، لأن الوضع مأساوي، وكنت بشرح لحضراتكم امبارح بالتفصيل يعني انتهاكات وجرائم يعني خاصة أو تنتهك القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي الإنساني. وشفنا طبعا وصف يعني الجيش السوداني والخارجية السودانية للانتهاكات والمآسي اللي بتقوم بيها ميليشيا قوات الدعم السريع من دخول القرى، وطبعا ارتكاب جرائم وقتل على المشاع ناس مدنيين، اختطاف أطفال وشباب وإجبارهم على التجنيد، لو رفضوا بيبقى إعدام، فتيات وبنات بيتم أسرهم وسبيهم الحقيقة. فكلام كتير مهم ومأساوي الحقيقة. خلونا نقول لحضراتكم برضو آخر الأخبار النهاردة، لسه المعارك دائرة طبعا ما بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في منطقة الحفاية بالخرطوم. كل الأمال منعقدة دلوقتي، ومنتظرين اجتماع هيبقى ما بين طرفي الصراع، ما بين الجيش السوداني وما بين الدعم السريع. هيبقى ما بين طبعا الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان.
والكلام ده إن شاء الله هيكون في جيبوتي الأسبوع اللي جاي. فنتمنى إن المسار السياسي يعني بعد شهور، طبعا موضوع غزة هو خد كل الأنظار مننا، وكان في فترة هدوء وكان في محاولات على المستوى السياسي وفشلت واستمرار العمليات العسكرية، لكن الموضوع مطول، الموضوع بقاله فترة طويلة. فإنك تتكلم على حسم عسكري مش واضح أفق يعني قدامنا، لكن أملنا في تطور على المستوى السياسي وصولا لتهدئة الأوضاع. زمايلنا في قناة القاهرة الإخبارية اتكلموا النهاردة على أن الطيران السوداني قام بقصف مواقع لميليشيات الدعم السريع في مدينة ود مدني، وأن في قصف مدفعي عنيف وانفجارات في محيط تمركزات ميليشيات الدعم السريع تجاه أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوب الخرطوم. في برضو تطور مهم أو كلام وتصريحات مهمة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اللي أكد على أن الولايات المتحدة تلقي بالا، يعني واخدة بالها، يعني خدت بالها، لان كانت في استغاثه امبارح، يعني الخارجيه السودانيه بتقول المجتمع الدولي بصوا علينا، بصوا على اللي بيحصل عندنا، يعني في مجازر وفي انتهاكات، القانون الدولي بينتهك، الناس بتموت على الطرقات. فالنهارده امريكا طالعه من خلال وزير الخارجيه بتقول يعني احنا واخدين بالنا، احنا شايفين اللي بيحصل في الشعب السوداني بسبب الصراع. اقول لكم نصا قال ايه بقى؟ بسبب الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقال كمان إن الصراع ده أدى إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي، وطبعا كمان انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير والنزوح على نطاق واسع وانهيار نظام الرعاية الصحية، وتسبب كمان في تعميق الانقسامات بالسودان على أسس عرقية وقبلية وإقليمية بشكل خطير. طبعا هنا وصف صريح، يعني هنا يقول الجرائم ويقول توصيفها ويقول ايه طبيعتها وايه اللي حصل، وتطهير وجرائم ضد الإنسانية ونزوح، كل اللي بيحصل في غزة، كل اللي بيحصل في غزة. لكن عشان اللي بيقوم بيه في غزة معاهم ما بيتقالش التوصيف ده، ما بيتقالش اي حاجة من الكلام ده، ولا قالوا لا إبادة، ولا قالوا مؤسسة صحية، ولا قالوا انهيار، ولا قالوا نزوح، ولا قالوا تهجير، ولا ما فيش حق الدفاع عن النفس. العمليات القتالية مستمرة، يا ريت نخلي بالنا من المدنيين، وخلي بالنا ايه عمالين تبعت لهم سلاح، لسه من يومين بعتوا سلاح على الرغم من ان الكونجرس كان غير راضي، بس لاقولها مخرج واتبعت السلاح اللي بيقتلوا بيه المدنيين، وفي الاخر له مساعدات انسانيه تدخل وبرده مش عارفين يدخلوها، يعني ما هياش وساطه حقيقيه او تنسيق حقيقي. ف هدي الازدواجية اللي بنتكلم عنها دي. كل سنة وحضراتكم طيبين. بعد الفاصل إن شاء الله بقى يعني عندنا مشروع مهم، هو مسار العائلة المقدسة. طبعا تطوير هذا المسار وده مشروع يعني اشتغلت فيه الدولة من حوالي 3 سنين حاجة زي كده. فخلينا نشوف بقى إيه اللي بيحصل بمناسبة طبعا الأعياد وأعياد الميلاد، وكل سنة طبعا وإخواتنا الأخباط وكل الشعب المصري وبلدنا بخير إن شاء الله. نشوف مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، إيه طبيعة التطوير والتغيير، وصلنا لحد فين في مع باشمهندس عادل الجندي المنسق الوطني للمشروع. بنرحب بحضراتكم معانا مره تانية. من ايام لما كنت بتكلم عن طبيعه الدوله المصريه والمقومات اللي ما تلاقيهاش في اي دوله تانية في العالم، وهنا كنت بتكلم على السياحه وبتكلم على يعني سياحه ثقافيه وسياحه شاطئيه ويعني وسياحه علاجيه كمان السياحه الدينيه، والحقيقه احنا كنا متاخرين قوي في الجزئيه دي، بس انتبهت الدوله لمزارات واماكن ومحطات مهمه في رحله العائله المقدسه. انت مش بس بتتكلم على اقباط مصر أو أقباط العالم، لكن هي سياحة مكتملة الأركان. مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة شغال عليه الدولة من سنين الحقيقة، وإحنا يعني على طول بنتابع هذا التطوير وبنفهم وصلنا لحد فين، إيه المردود من هذا المشروع، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة بمناسبة طبعا أعياد الميلاد المجيد. ودي برضو بتكون فرصة لإحياء هذا المسار ويكون في إقبال عليه. نطمن من ده على ده أو نعرف تفاصيل المسار من باشمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار. مساء الخير باشمهندس عادل، كل سنة وحضرتك طيب الأول طبعا. مساء الخير، كل سنة وإحنا كلنا طيبين وحضرتك طيب. آمين يا رب. باشمهندس عادل ما شاء الله بقالنا سنين طويلة
بنبص على مسار العائلة المقدسة. لو في الأول كده حاجة خبرية بقى، احنا وصلنا لحد فين؟ ايه اللي باقي في المشروع؟ شوف، هو اقدر النهاردة بعد المتابعات الطويلة من القناة الجميلة الحياة، اقدر اقول النهاردة ان احنا نقدر نقول خلصنا كل المواقع. يعني حتى كنا متأخرين شوية في أسيوط، لكن نقدر نقول الدرونكا خلصت، أحد المواقع المهمة. المحرق يعتبر خلصان، لكن هنستنى شوية صغيرة على الطريق صغير اللي هو المين أكسس بتاع المنطقة، علشان متداخل مع مشروع كبير اللي هو حياة كريمة هيفيد المواطنين. فحتى التأخير في دي حياة للأفضل، يعني تأخير للأفضل هيخدم علينا للأفضل بالظبط، هيخدم علينا جدا. وباقي المواقع خلصت، كل المواقع دلوقتي خلاص تعتبر نقدر نقول ان هي انتهت، واصبحت بتستقبل زيارات حاليا. يعني زيارات بعدد كويس، 90% كده ولا اكتر؟ اكتر بكتير. كنا يمكن السنه اللي فاتت بنقول فوق 90%، السنه دي نقدر نقول فوق 97 مثلا. خلاص يعني احنا تقريبا نقدر نقول ان المسار يعني على السنه دي كده، اخر السنه دي نكون 100% ان شاء الله. بالظبط كده، بالظبط. وهو بدات النقاط تستقبل اعداد من الزائرين والحجيج المسيحي. من امتى؟ لا، بدات بقى لها كذا سنه، يمكن 3 سنين يمكن، لكن الزخم زاد قوي في السنه اللي فاتت. ويمكن احنا متوقعين كمان الموضوع يزيد قوي باذن الله ان شاء الله. يعني مش عايز اقول رب ضاره نافعه، ربنا يعني طبعا مع اهالينا في فلسطين وفي الاردن. وبالتالي ان احنا بنقول ان المسار بيمر ليه عنصر ندره، بيمر في 3 مواقع، بيت لحم والاردن ومصر. وبالتالي دلوقتي النقاط المفتوحه والمؤهله كحج مكمل هي نقاط مصر، مسار العائله المقدسه. فاعتقد ان ده هيجتذب شريحه كبيره من اللي ما راحش بيت لحم واللي مش هيروح الاردن. من اي دول اللي مش مهندس او اي جنسيات؟ هي دايما احنا بنقول السوق المستهدف هو اللاتين امريكان، اللي هو دول امريكا اللاتينيه بالاساس. البرازيل تحديدا على فكره اعدادها ملحوظه جدا في زياره مواقع العائله المقدسه. وطبعا شرق اوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي القديم اللي احنا بنقول عليها دي سوق مستهدف. دول كتير جدا بقى من افريقيا، لان الدول الافريقيه كمان مهتمه جدا بزياره هذا المسار. وطبعا احنا بنقول ان المحرق تحديدا هو حج بديل للاخوه الاثيوبيين اللي بيجوا، اللي ما يعرفش يزور بيت لحم بيحج في دير المحرق. ودي واحده من الطقوس الرسميه لديهم. طبعا اللي بنسميها الاسواق البعيده او اللونج هول ديستنيشن، اللي هي جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا، اندونيسيا وكوريا واليابان والصين. ودول يمكن كوريا تحديدا بقى لها 3 سنوات كل سنه بتجيب وفود مخصوصه لزياره مواقع العائله المقدسه. ويمكن السنه اللي فاتت كانت مفاجاه لينا وطمانه ان استراتيجيتنا كانت سليمه، ان هم دعوا 30 ميديا كوريه انها تعمل تغطيه وتسويق للعائله المقدسه بالنيابه عننا في كوريا. انا لسه كنت اسال، هم بالنيابه عننا، طب احنا بنعمل ايه؟ احنا تسويق ودعايه بقى. ما هو نتيجه الزخم هو طبعا كتر خيرهم كل ما يعملوا تمام. بس واجبنا برضه احنا مش هو كده. لو احنا مش شغالين بزخم تنموي وترويج للمشروع ما كانوش هم عارفوا، عشان كده جم هم كمان عشان يسوقوا للكوريين يزوروا المسار. هم طبعا جولنا قبل كده في السنتين، ونتيجه السنتين دول هم عرفوا ان المشروع دلوقتي اصبح تام وزاروه. في السنة الثالثة قرروا ان هم كمان يساعدوا للتسويق في السوق الداخلي لكوريا تحديدا. دي اللونج هول ديستنيشن. السائح الكوري دلوقتي سائح مهم جدا وانفاقه عالي قوي وطويل مدة الإقامة. هي مدة الرحلة او لما بيجوا بيقعدوا قد ايه عندنا؟ طبعا لو قلنا هيزور المسار كله هياخد 21 يوم. 21 يوم للي قاصد يحج حج مكمل هيقعد 21 يوم. لكن احنا ما بنعتمدش قوي على ان هناك اتاحة من الوقت لدى الزائرين اللي هي 21 يوم. قسمناها الاوبشنز، مقاطع، اللي عنده ليله او ليلتين يقدر يحج على بعض النقاط في القاهره مثلا ويقدر يروح وادي النطرون اللي هي اوفر نايت، اللي عنده اكتر لغايه اسبوع بيقدر يوصل لمناطق الدلتا اللي اصبحت دلوقتي كلها جاهزه واكسسد بطريقه يعني مدهشه. كل الطرق القوميه اصبحت تودي لهذه المناطق وسهله وامنه. اللي عنده اكتر من كده بيكمل شويه ناحيه الجنوب عند المنيا، والاكتر من اسبوعين يقدر يوصل لغايه درونكا والمحرق في اسيوط. اللي عاوز 21 يوم او اكتر برحله تشويقيه وروحانيه في نفس الوقت بياخد النايل كروز ويبتدي ينطلق منها من مواقع القاهره، يعدي على درب الرهبنه في بني سويف، اقدم درب رهبنه في العالم، مش موقع عالم مقدسه لكن مهم جدا، يعمل ستوب عند هذا الموقع ويكمل على المنيا وثم على اسيوط، لان المسار بيعدي بالظبط على نهر النيل. وبالتالي هو ده الميرجنج اللي بنعمله، ازاي نعظم القيمه بتاعه المنتج السياحي، ان احنا نعمل ميرجنج او دمج
لمنتج سياحي اخر لكن يكون متوافق مع العائله المقدسه. لازم يكون متوافق، لان انا حضرتك بتتكلم انا جه في بالي ايه، طب ما يعني برضو ناخدهم كده وننسق ونوسع الموضوع عشان يقعدوا اكتر مناطق اثريه الاقصر واسوان. يعني هو في نوعيات من السياحه احنا اوريدي حطيناها في الاستراتيجيه وبتتم دلوقتي ترتيب الاجنده بتاعه الزياره. ايه هي النوعيات المتوافقه مع هذه الشريحه؟ تمام. الاول بما اننا هنغير شويه الترم، هي مش سياحه دينيه، احنا بنسميها سبيريتشوال، سياحه روحانيه. روحانيه يعني لازم حاجه سبيريتشوال كمان تندمج معاها، يعني السياحه الثقافيه بتندمج بتتوافق مع هذه الشريحه. تمام. السياحه الاثريه بتندمج معاها. كمان بقى المهم ان احنا شغالين فيه بالتوازي السياحه الاستشفائيه. معظم الشريحه اللي احنا بنقول عليها اللي هي الالدرز والديسيبلز اللي هم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. الناس دي بتيجي تتبرك بزياره مواقع العالم المقدسه، واحنا بنشتغل بالتوازي معاها في المواقع الاستشفائيه القريبه من هذه المواقع. زي ايه؟ طبعا كل دي من نعم ربنا يعني، لكن احنا بنستغلها. ما شاء الله عندنا كل حاجه والله. عندنا وادي النطرون. وادي النطرون، بحيره نبع الحمراء. دي نفسها احد مواقع مرور العائله المقدسه، ودي بحيره مالحه الثانية بعد البحر الميت في الأردن من الملوحة، لها خصائص علاجية واستشفائية قوية جدا. ودي بحيرة حواليها مساحة شاسعة من الإتاحة للأراضي، بنعمل فيها مخطط استثماري لما يسمى المنتجعات الاستشفائية، يقيم فيها الحجيج المسيحي ويمارسوا فيها أنشطة السياحة الصحية أو الاستشفائية برضو. دي واحدة من الحاجات. مثلا الفرمة في شرق بورسعيد طبعا دي جنبها بحيرة البردويل. السياحه بقى اللي هي سياحه الطيور والسياحه البيئيه، السياحه دي كلها يعني بنعتبرها فيري سبريتشوال، فيها سياحه استرخاء وهيلينج ممكن حد يعملها. عملنا ثلاث مراكز، صممنا ثلاث مراكز سياحيه، لكن سياحه مشاهده الطيور، السياحه البيئيه اللي هي جنب موقع الفرمه 15 كيلو فقط يعني 10 دقائق بالعربيه، وكمان على شاطئ العريش، سوري شاطئ شمال سيناء قصاد الفرمه، اصبح هناك منتجع سياحي للاسترخاء والاستمتاع بالسياحة الشاطئية، لكن لهذه الشريحة فقط مش لشريحة الشباب. وبالتالي احنا عاملين حسابنا في منتجات مندمجة، وبدأنا فعلا التخطيط، وخلاص احنا بنطرح في بعض المواقع حتى في محافظة بني سويف بدأنا نطرح منتجع او كومباوند كبير قوي للسياحة الاستشفائية جنب درب الرهبنة. طب ما انت حضرتك كنت بتتكلم كده يا باشمهندس، يبقى ما هياش شغل حكومة بس، ده انا افتح باب بقى قطاع خاص واستثمارات وناس تعمل في المواقع او في النقط دي، سواء بقى مشافي، سواء حاجات يعني سياحية برضو او ثقافية. خطتنا ايه او عملنا ايه في ده؟ هو كويس قوي السؤال ده، لان احنا بنقول ان كل السنين اللي فاتت مع الانفاق الحكومي اللي حصل ده، هي المفاجاه ان ده فقط 25% من راس المال المستهدف. لا تاني مش فاهمه. يعني الانفاق وتطوير المواقع وتجهيزها للزيارات وتوفير الخدمات والسيرفيسز دي كلها، احنا بنحسبها على انها 25% فقط من التكلفه الاستثماريه لهذا المشروع الكبير. ليه؟ لان الدوله لازم تخش الاول عشان تعمل اكسس، تمهد بنيه تحتيه الاول، تعمل تمهد الطريق لدخول المستثمر الخاص. من غير ما نعمل كل المجهود ده وننفق ال 25% دول، مش هيخش خالص المستثمر، لان ما كانش فيه طرق، في مناطق ما كانش فيها طرق تعرف توصل ليها، ما كانش فيه مرافق موجوده، ما كانش فيه خدمات عشان تاهل الفرصه للزائر ان هو يروح. فاحنا بندي ايفيدنس للمستثمر ان هذه المناطق جاهزه للاستثمار، مهدت لك الطريق ووفرت الخدمات اللازمه، وكمان ايفيدنس ان بقى في زيارات موجوده حاليا. مستثمرك محلي ولا ممكن يبقى اجنبي كمان؟ كل انواع الاستثمار مفتوحه، وطبعا قوانين الدوله الاستثماريه بتسمح بدوله. طب عرضنا، اشتغلنا، حد جه، حد عامل فعلا حاجه دلوقتي؟ احنا دلوقتي في مرحله اللي هو الجيسنج، ان احنا بنشوف دلوقتي الشرائح او الطلب الاستثماري على هذه المناطق. خلصنا المخططات الاستثماريه دلوقتي الجاهزه للطرح، مثلا في الفرمه شرق بورسعيد، وخلصنا المخطط الاستثماري في اسيوط. اسيوط لها مخطط استثماري كبير قوي، فيها اماكن للاقامه، لان اسيوط بتفتقر حاليا لاماكن للاقامه، فعملنا اماكن كومباوندات للاقامه بجانب دير المحرة عند طريق المطار. عملنا مناطق خدمات وشوبينج اريا، بحيث ان المواطنين المحليين، احنا بنفكر في كل انواع فرص عمل، يدخلوا يشتغلوا كمان، علشان هو مشروع قومي مش مجرد مشروع تاهيل موقع يجي السائح ويمشي وخلاص. احنا عاوزين المجتمع المحلي يستفيد من اللي الدوله بتعمله، وده على فكره بيزود اللويالتي جدا، بيزود الانتماء، علشان المواطن يشعر ان الدوله بتعمل حاجات هو بيستفيد استفاده مباشره ويحافظ عليها ان ده ارث هو يملكه. احنا دايما بنقول ان الاونر شيب او ملكيه المشروع مش لشريحه معينه،
ده احنا وصلنا بالاونرشيب دي لان هي للمجتمع الانساني كله. صحيح. خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل ومسار العائله المقدسه وتصور واضح ويعني لطبيعه المشروع والمستهدف منه، نكمل فيه مع حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. المشروع القومي لتطوير مسار العائلة المقدسة اللي بنتكلم فيه وبنفهم تفاصيله وصلنا لحد فين، يعني قربنا على الانتهاء تقريبا على السنة دي، هيكون يعني باشمهندس عادل الجندي طبعا المنسق الوطني للمشروع قال لي 97%، فخلاص باقي رتوش ان شاء الله. وكنت بتكلمنا باشمهندس عادل قبل الفاصل على انه جزء رئيسي كمان في التمويل وفي انه يكون مشروع متكامل ويقدم فرص عمل وكل هذه الامور القطاع الخاص والاستثمارات اللي تكون موجوده فيه. فلو حبينا الاول برضو نفهم يعني طبيعه الاستثمارات واحنا في كل نقطه او في كل محطه اشتغلنا وطورنا ايه، فبالتالي ايه الحاجات اللي هتخدم على ده معانا. تمام. زي ما احنا كنا بنقول احنا الدوله دايما في اي مشروع استثماري قومي الدوله بتنفق ما يعادل 25% لتمهيد الطريق لدخول، مش هنسميه بقى القطاع الخاص، احنا بنسميه مسمى حقيقي، احنا بنقول شركاء التنميه. تمام. شركاء التنميه من القطاع الخاص والجمعيات الاهليه والمواطنين المحليين. هم دول الثلاث درجات اللي الدوله دايما حطاهم قدامها في الاستثمار. ليه؟ لان القطاع الخاص هو القادر على خلق فرص عمل في هذه المواقع للسكان المحليين، ودي عملنا لهم مناطق متاحه للاستثمار زي ما كنت بتكلم على منطقه الفارما، منطقه نبع الحمراء في وادي النطرون، منطقه اسيوط، فعلا خلصنا المخططات الاستثماريه بتاعتها. دول عشان يعملوا الايكولوجيز اللي هي الميجا انفستمنت اللي هي الاستثمارات الثقيله. دول يقدروا يعملوا هذه المنتجعات وهذه مناطق الاقامه والخدمات السياحيه. الان جي اوز او المجتمعات الاهليه الغير هادفه للربح هي دي احنا بنقول دايما انها حلقه الوصل ما بين الحكومه المركزيه وما بين المواطن المحلي. اللي بتعكس احتياجاته هو عاوز ايه، فالدوله تحط هذه الاحتياجات في حسابها. تمام. عند التخطيط. تمام. نفس الوقت ياخد متطلبات الحكومه المركزيه من المواطنين المحليين بيبتدوا هم يوصلوها لهم بطريقه ديسنت، بطريقه مفهومه، لانهم من اهل المنطقه. المواطن المحلي جزء من المخططات مهم جدا يشمل توفير فرص عمل للمواطن المحلي مباشره، اهل المنطقه، بازارز وهاند كرافتس كلها اللي يكونوا شغالين. صحيح. ما هو ده برضو يخلينا نسال اهل المنطقه، وانتوا شغالين في كل موقع او منطقه في اي محافظه زرتوها بيبقى ايه الانطباع عندهم؟ يعني شايفين ازاي الشغل معاكم؟ مساعدين؟ لا يعني احكي لنا في ده. لا هو السؤال بطريقه مباشره وصراحه، احنا اخطانا في بدايه المشروع ان احنا ضيعنا حوالي 6 شهور عشان نعمل جيسنج هل هناك توافق مجتمعي حول هذا المشروع ولا لا. ده كان خطا، احنا اكتشفنا ان احنا ضيعنا 6 شهور دول هباء، لان المجتمع بنسيجه الوطني بعيدا عن الشعارات مجتمع متوافق تماما متلاحم ويحترم ويحب كل ما يعبر عن هويته. المسيحيه هويه مصريه، الاسلام هويه مصريه، حتى الدوله طورت المعبد اليهودي في اسكندريه تطوير عالمي لان ده جزء من تاريخ الام. المواطنين نفسهم يعني برضو اخطانا، قلنا يا ترى وعي المجتمع المصري مدرك لهذه الحقائق ولا لا؟ لا هو فاجئنا ان هناك وعي، والعاملين اثناء فتره اعداد المشروع من اكثر من 19 سنوات يدا بيد، والمسلمين يمكن اكثر من المسيحيين في هذه المواقع ومرحبين، واستقبال الضيوف استقبال بيعبر عن فعلا الواقع المصري عن هذه الدوله المضيافه اللي انصهرت فيها كل الحضارات والاديان والثقافات، اللي استقبلت انبياء الله زي سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا يوسف، اللي فيها تجلى الله في ارض في موقع لم يتجلى الله الا في سانت كاترين. صحيح. الناس او المصريين مقدرين جدا هذه المشاعر، مقدرين جدا قدسيه هذه الارض مصر المباركه، وبالتالي احنا لقينا ان فعلا الناس جاهزه، المجتمع كله متضامن. يمكن على فكره انا دايما بأشيد بالمشروع ده مش عشان احنا شغالين فيه، بقول ان ده نموذج اذا تكاتفت كل اجهزه الدوله والمواطنين وشركاء التنميه على هدف بيتحقق، وهذا ما حدث في هذا المشروع. طب انا كده بقى ما يبقاش المساله هو مسار متعلق بالحج او كل هذه التفاصيل ده شرحناه، لا هي للمسيحيين وللمسلمين، يعني انه اشوف اماكن مقدسه اعرف حكايتها. ويمكن برضه مش عارفه حضراتكم مثلا في كل نقطه يبقى في معلومات. صحيح. في بروشور يقول لي والله المكان ده ايه، يعني مثلا ممكن المسيحي عارف بس يعني اني اوسع الدايره. قصدي هو ده صحيح، لان انا كل ما كنت بتكلم على اننا كمان توسعنا او ارتقينا بملكيه المشروع للانسانيه، الدليل. أيوة. على
كده ان مش للمسلمين، مش للمسيحيين، مش للاقباط المصريين بس، ده اصبح ومش لمسيحية العالم، الإنسانية كلها جاية تشوف وتحاكي قصة إنسانية مؤثرة. أثرت على فكرة على جزء كبير من الكرة الأرضية، أثرت كتير جدا لولا أن مصر استضافت بأمر رباني العالم المقدس وهي بتهرب من الملك هيرودس الظالم عشان يقتل سيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل، ما انتشرت المسيحية في العالم. فاحنا بنبعت الرسائل دي كلها، فالإنسانية كلها بتحافظ على هذا المشروع وتحافظ على هذه البلد، وده اللي أكدته اليونسكو. اليونسكو أعلنت المسار على قائمة التراث العالمي اللامادي، وأعلن في يناير في هذا العام، في بداية هذا العام، ودي كانت رسالة قوية واعتراف من العالم بمصداقية الدولة وقدرتها وفعلا ورغبتها على إحياء هذا المسار للإنسانية كلها. رابع الهدايا اللي تقدمها مصر للعالم، قناة السويس والمتحف المصري الكبير وحفل المومياوات والكثير من الهدايا، دي هدية فعلا بتحييها مصر تاني للإنسانية. لما نرتقي بالملكية بتاعت المشروع للانترناشنال كوميونيتي زي ما بنقول، المجتمع الدولي كله، تأكد المجتمع الدولي كله بيتضامن على إحياء هذا المسار وإتمامه والمعاونة كمان في نشر هذا الفكر السياحي للوطن كله، وبالتالي احنا علينا ملكيته للعالم كله يحافظ علينا، العالم كله يحافظ على الإرث الإنساني اللي مصر بتحييه بجهود وطنية. عشان كده قلنا في بداية المشروع حتى الآن مفيش جهد دولي خالص اشترك في المشروع، اصرينا ان احنا نعمله بمصريه خالصه واشاد به بابا الفاتيكان في زيارته مرتين، اشاد به اوبرا رومانا زراعة الترويج للفاتيكان، والجهود الترويجيه اللي عملتها مصر يمكن بره مصر معروف اكتر. يعني انا طبعا ببقى سعيد لان كلنا مصريين بنزورها في اي وقت نقدر نزورها، لكن فعلا الجهود الترويجيه المصريه اللي دفعت دول كتيره انها تيجي تزور هذا المسار، واحنا بنتعاون مع كل شركاء التنميه الوطنيين كمان في للترويج لها مع سفراء الدول الاجنبيه المقيمين في مصر من الشرائح المستهدفه. عملنا انا عايزه السوشيال ميديا كمان. السوشيال ميديا احنا في بدايه المشروع بدانا بالتوازي، ما استنيناش واحنا بننفذ ثم نروج. تمام. احنا عارفين المشروع القومي احنا بنقول عليه اطول محور عمراني يقوده قطاع السياحه، فهو محور عمراني فعلا 25 موقع كانوا زمان مجتمعات فقيره ومهمشه يشوبها العشوائيه الشديده ما فيهاش طرق مؤهله، فده لازم يستغرق هذا الوقت، لكن تقديرنا للوقت بتاع التنميه ما كانش ممكن نعمل وقت زيه تاني للترويج، فبدانا من اول يوم من اكتوبر تحديدا 2014. هو انت لما بتشتغل في اي نقطه يا فندم بتبقى نقطه لها علاقه بمرافق ببنيه كده، ولا كمان الموقع نفسه لو محتاج ترميم محتاج تاهيل نبص عليه يعني؟ ده ممتاز، لان هو اساس الموضوع كده. انا لو هروح احنا المشروع ده نقلنا من فكر تنمية المقصد السياحي اللي هو destination development إلى فكرة تنمية الكوريدور العمراني، تبقى متكاملة الموقع والإطار العمراني المحيط، ومش بس كده والموبيلايزيشن تأهيل المجتمع المحلي للاشتراك في هذا النشاط وللتعامل مع اللي جاي له بعد كده، فهي تنمية شاملة بمعنى الكلمة. وفي نفس الوقت ده أنا بنمي فكر جديد بقى اللي هو المحور السياحي. كان الأول القاهرة الأقصر أسوان شرم الشيخ، دلوقتي بنعمل محور سياحي سيري يقدر ينتقل منه الزائر من نقطة إلى نقطة، يزيد مدة الإقامة، يطيل مدة الإقامة، يزيد الإنفاق هناك لأن اللي يهمنا الريفينيو طبعا، ويحسن التجربة السياحية. التجربة السياحية ما تبقاش زيارة موقع بس، بالمناسبة أي موقع ممكن نزوره في نص ساعة أو ساعة ما حققناش فايدة، لكن لما الحجيج المسيحي يزور الموقع ثم يتفاعل مع المجتمع المؤهل ينفق في المجتمع بطريقة مباشرة بالعملة الصعبة في مكان إنتاج المواطن. ليه؟ لأن مش لازم نعمل له مطعم علشان يتغدى فيه مثلا في جبل الطير، قرية جبل الطير اللي أصبحت مؤهلة دلوقتي. الإيجيبشن كوزين الجاسترونومي بيحبوا كده أكتر. بيحب كده. هي دي الميموريز. أدخل في البيئة المحيطة بالزبط. دي وأشوف الناس وأتكلم مع الناس دي. بعظم جدا التجربة، بياخد الميموريز بتاعته بيتصور مع الناس، والمواطن المحلي نفسه بأبسط حاجة لكن بطريقة هايجين فيها صحة بطريقة مهذبة، هو بيتدرب على إزاي يعامل السائح. حتى بيتدرب تدريب بسيط على الكاستمر سيرفيس اللي هو ازاي يخدمه، ازاي يقدم الاكل، ازاي يحط فوطه نظيفه وعلى ايديه وبطريقه فيري لوكال. والله لو قعدتهم على الارض هو عاوزين كده. ايوه فعليا هو بيطلبوا كده على الحصيره بتاعتنا على الطبليه الموجوده. صح. هو بياكل المأكولات المصريه بالظبط، هو عاوز التجربه كده. لكن لو انا عملت له الاكل اللي هو بياكله في بلد او بتاع يبقى ما فيهاش فايده. قلت لي حاجه جميله برضو، عملنا تمثال للسيده العذراء، السيده مريم، ستنا مريم طبعا دير درونكا
هم عملوا تمثال ايقونه اسيوط اسيوط ده درونكا في اسيوط حط ايقونه. شوف انا بقول لك عشان كده بقى اعمل لنا كده بروشور او في كل موقع فيه كده تفاصيل في الحكايه للي مش عارف يعرف. ده احنا بدانا كمان نعمل محتوى ترويجي خلاص يعني ده احنا بنسميه وان اوف ذا توبس. المفروض ان احنا بنقول درونكا عملوا تمثال للسيده مريم العذراء كبير جدا يمكن اكبر من السانت فاطمه طوله 9 متر و30 سنتي هو الاكبر في العالم. وبتاعهم قد ايه اصلا؟ حوالي 9 متر احنا عشان كده عملنا بس ريكورد بس حلو فرقنا برضه خدت فبالتالي التمثال ده ايقونه عالميه وبعدين مدى حبنا وشغفنا بستنا مريم طبعا ده حاجه طبعًا يعني عند المصريين كلهم فكانت حاجه جميله جدا. مين اللي عمل وتعامل الدير الدير درونكا وهو ده اللي احنا بنقول ان احنا بندفع كل شريك تنموي ان هو يحط الانبوت بتاعته يحط مدخلات اللي يقدر عليها لان ده مشروع قومي مش مشروع مسيحي مش مشروع اسلامي مش مشروع مصري لا ده احنا بنقول ان دي مصر كلنا مع بعض وبالتالي هو ده المشروع تحديدا هي دي الرساله الكبيره اللي احنا بنقدمها. المحتوى الترويجي بقى المتطور جبل الطير عملنا اول محتوى ترويجي بتكنولوجيا عاليه جدا بخاصيه الفيرتشوال رياليتي يمكن السنه اللي فاتت وانا هنا كنت جبت سيره ان احنا هنعمل كذا احنا انتجنا فعلا هذا المنتج بمستوى عالمي تصوير رائع للواقع الموجود. ليه التحدي ده كان قدامنا اذا كناش قادرين نعمله مش هنصور فيرتشوال رياليتي لان هيبين ان الموقع بطبيعته موقع جبل الطير اللي نشوفه مش ممكن نقول ان ده كانت قرية جبل الطير بالتصوير الحقيقي الموجودة فيها بمنظرة على النيل بتطوير ساحة الكنيسة بترميم الكنيسة فروم اي تو زي بالبوتيك اوتيل اللي اتعمل هناك للإليت بمركز الزوار الارايفل بوينت بالفيزيتور سنتر اتعمل كل ده اتصور واتحط للسائح في ابليكيشن يقدر يخش عليه بيحكي تاريخ هذه المنطقة. حاليا الفريق موجود في وادي نطرون بيعمل 4 مواقع اخرين حاليا قارب على الانتهاء. يعني احنا بنبقى سعداء جدا ان العمل لا ينتهي لا يتوقف وان شاء الله مش هينتهي خالص هيفضل مستمر في الترويج. يعني كل الشكر والتحيه لحضرتك ولكل القائمين طبعا على هذا العمل ويعني بنبقى سعداء وفخورين بقد ايه بلدنا جميله وفيها كل المقومات وكل هذا الزخم الحضاري او الانساني بشكل عام. باشمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائله المقدسه بوزاره السياحه والاثار شرفتنا ونورتنا يا باشمهندس. شكرا بشكرك كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيب بشكركم شكرا جزيلا نشوفكم بكره ان شاء الله يا رب على كل خير.